نمشي ونشوفه في تصريح خاص وحصري للدبليو تي في، شن قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم السيد عبد الحكيم الشلماني حول هذا التعاقد. مش راس انتوا ناس اعلاميين وناس عندكم محللين، راهو صار الموضوع هذا مع الجزائر بخصوص في المستوى اللي هي فيه، راهو دفع الثمن عند 2015، يعني تبي مدرسه التجاهل معناها تبي تتحمل النتائج شويه، لانك انت كانك تبي تبدا بدايه جديده، ونحن دائما تذكر فينا نغيروا في المدربين نغيروا في المدربين، نبغوا نستقروا ان شاء الله تكون بدايه طيبه من الشان ونتائج تكون طيبه. نحن في الاخير نتمنى ان نفوزوا بالشان ونتمنى ان نفوزوا نطلع في الكان ونطلع في كاس العالم، لكن احنا اتفقنا السياسة من خلال تقييم سواء من اللجنة الفنية ولا المدربين ولا المحللين، إذا كان في المستوى المطلوب وكان راقي تصاعدي مع كل المنتخبات نحن يبقى، يعني لما نمرشطوا مستحيل منا في سنة، ممكن سنة ونص ولا سنتين وكل المدربين يعرف ذلك، ومع هذا طلبنا منه يعني وقلنا له مرات يكون عدم دخولنا كأس العالم هو التعاقد، إذا كان أخذنا رأي الجميع التعاقد، أنا ما ننهيش، أنا زي ما اللجنة الفنية جابتها اللجنة الفنية والمدربين هم اللي يقيمون والمحللين هم اللي يقيموه، يعني مش أنا التعاقد مش انا اللي جبتها، انا عباره عن عرضه 47 ملف تحملت مسؤوليتها في اتخاذ القرار من اجل الشارع الرياضي ورضاء الناس ورضاء الاعلام فقط، رغم ان الان ما عندناش ولا شيء باش نكون معك صريح، والمفروض يوم 5/1 يكون الفلوس محولات للشهرين الاولات والشركه ولا الوكيل نتاعك.